مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد بمناسبة العودة للمدارس. حبيت اجيب لكم بعض الافكار اللذيذة كده والسهلة، ان شاء الله تكون يعني سهلة عليكم وتقدروا انكم تطبقوها وتسووها وتتميزوا وتكونوا مميزين بين الطلاب في المدرسة. ما راح اطول عليكم، خلونا نشوف الافكار. ولكن قبل ما نبدا بالافكار واقول لكم ايش هي، لا تنسوا تعملوا لهذا الفيديو لايك، واذا كنتم مو مشتركين اشتركوا بالقناه وتفعيل لكم زر الاشتراك الاحمر اللي تحت، وكمان تفعلوا الجرس الصغير هنا عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. والان خلونا يلا نبدا الفيديو. اذا حبيتوا تغيروا لون القلم وتكونوا مميزين، جيبوا المناكير بالوان مختلفه وجيبوا بايركس طويل على طول القلم وكمان فيه ماء، وقطروا عليه مناكير بلونين بشكل عشوائي مثل ما بتشوفوا، وشكلوا بعدين بالقلم أو أي عود صغير. والآن اغمسوا القلم وجوات الماء بهالشكل، وابعدوا الزوائد المتبقية من المناكير بالقلم أو بأي حاجة، أهم شي تزيلوا الزوائد الزائدة. شوفوا شكل القلم كيف صار، ونكرر نفس الخطوات بس نعكس اللون. علشان تكون كراستكم مميزة احتاج لصمغ، وزعوا على الغلاف كامل وجيبوا ورقة تكون شوي قوية، يعني مثل ما نسميها مقوى، ورق مقوى، ولونها يكون شوي مميز. نقطع الزوائد، طبعا اخترت فواكه ونوزعها ونلصقها، وانتو كمان فيكم تختاروا الاشكال والالوان اللي تحبوها. جمعوا لفائف القصدير لما يكمل واقطعوها من النص، وجيبوا ألوان وأشكال ونقايسها على اللفائف. فيكم تشتروا أشكال لاصقة أو تلصقوها زي كده ونلصقها بهالشكل. بعض اللفائف نقطعها بهالشكل بحيث انه يكون منحنى، وبعضها نقطعها من النص بهالشكل بحيث انه يكون مستطيل، ونقطع بعضها من النص بحيث انها تكون اقطاع مختلفة، ونلصقها من فوق بهالشكل. شكلها رح يكون كثير حلو انيق لما تحطوها على الطاولة. الصوف ولصقات ملونة، مساكات أوراق، ما بعرف إيش بتسموها بس أنا سميتها مساكات أوراق. المهم نقطع مجموعة من الصوف بهالشكل ونقص الزوائد، والطريقة الثانية نجيب اللصقة الملونة ونلصقها بهالشكل ونقصها من الوسط على شكل مثلث. نجيب فريم أو إطار تبع الصور ومجموعة لواصق استيكرات علشان الملاحظات، ونجيب أحرف ملونة وورقة مقوى ونضبطها على الإطار ونلصق الأحرف. نجيب أربع استيكرات لاصقة ملونة ونرتبها جنب بعض ونلصقها بالصمغ أو باللصقة عادي مو مشكلة، وشوفوا كيف صار شكلها. نهاية الفيديو، ان شاء الله تكون الافكار عجبتكم واستمتعتوا بالفيديو وكمان تجربوا هذه الافكار، وانا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.